صباح الخير مشاهدينا، وبيتجدد اللقاء مع حضراتكم دايما على مدى ساعتين في هذا الصباح على شاشة النيل الأخبار. كالمعتاد دايما بيكون معانا حوارات عن آخر مستجدات الأحداث، القضايا اللي بتشغل بالكو، الموضوعات المثيرة للجدل، وبقدر الإمكان بنحاول إن احنا نتكلم بشكل إيجابي في أول ساعتين بنبتدي بيهم اليوم عشان ندي طاقة كده إيجابية لكل الناس اللي بيشوفونا. النهاردة عندنا موضوعين أساسيين، الموضوع الأساسي أو موضوع منهم صيحة موجودة حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم اسمها سيلفي اللقاح. طبعا ده بيتزامن مع بداية إعطاء لقاح فيروس كورونا لناس مختلفة في دول مختلفة، طبعا البداية بالطواقم الطبية والعاملين في مجال الصحة ويليهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. الشائع دلوقتي أن ناس كتير جدا ابتدت تحرص أنها تاخد صورة لنفسها سيلفي وهي بتتلقى لقاح كورونا، في إشارة إلى أنه السوشيال ميديا بتتابع كمان تطورات، مش تطورات المرض كحالة لكن أيضا تطورات التعامل مع المرض، وكل دولة وصلت لأي مرحلة في مواجهته. هيكون عندنا حوار عن هذا الموضوع وتأثير السوشيال ميديا، وعندنا موضوع آخر عن مبادرة على مستوى الجمهورية بتقوم بها وزارة الآثار عنوانها كنوز مصرية. هي مبادرة لتشجيع الطلبة والطالبات أو الشباب بشكل عام على معرفة تاريخ الحضارة المصرية القديمة وجيل الطلائع، واختبارات بيخدها مواهب مشاركة حوالي 500 موهبة من الطلائع لمعرفة مدى اقترابهم من تفاصيل خاصة بالحضارة المصرية. وطبعا ده تشجيع لأنه الناس ترجع تاني تطل على صفحات التاريخ وتعرف تفاصيل كتير ممكن نكون نسيناها بعد ما درسناه بشكل معمق في المدرسة. دي الموضوعات الأساسية النهاردة اللي هتكون محاور نقاشاتنا في حواراتنا في هذا الصباح، ده بالإضافة طبعا إلى نشراتنا الرياضية ونشراتنا الاقتصادية وأيضا متابعتنا لعناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم. خليكم معانا، هنبتدي معاكم جولة مع تقارير المراسلين وأخبار مصر والعالم، لكن بعد ما نروح لخمس دقائق رياضية في فقرة إيروبكس نجدد فيهم النشاط والحيوية ونبتدي يومنا برياضة. خليكم معانا. صباح الفل، احنا النهارده في حي الاسمرات. الحي ده بصراحه انا كل ما بكون موجود هنا بكون سعيد جدا، لان زي ما انتم شايفين كله حياه، كله شباب صغير وكله رياضه وكله نشاط، وان شاء الله باذن الله نشوف دول يبقوا بذره النواه اللي احنا نشوفها نجاح بكره ان شاء الله في شبابنا وشباب مصر باذن الله. نجهز ونشوفكم بعد الفاصل ونتكلم في معلومات وتمارين ان شاء الله.
رجعنا بعد التمرين وهنتكلم عن موضوع النهاردة ليه علاقة بستات البيوت شوية أو الناس اللي بتشتغل شغل بدني ده طبيعة وظيفتها يعني. هل الحكاية دي تعتبر تمرين؟ ممكن نحولها لتمرين، يعني ست البيت اللي هي بتبتدي تعمل شغل في البيت ده ممكن يبقى بالنسبة لها تمرين. طب إزاي الحكاية دي ممكن تبقى تمرين؟ حاجات بسيطة جدا تخلينا نحول النشاط الطبيعي اللي احنا بنعمله لتمرينات. إزاي؟ اول حاجه نبتدي نعرف احنا بنحرك مفاصلنا بشكل عامل ازاي. يعني اكيد ستات البيوت بتضطر ان هي تشيل، بتضطر ان هي تحرك مكان حاجه، تعمل الحاجات دي كلها. طيب الحاجات دي هي تمارين بالفعل، لان احنا بنبتدي ان احنا نشغل عضلاتنا وبنبتدي ان احنا نتغلب على مقاومات، بس المهم ان احنا نكون واحنا بنعمل الحكايه دي بنشتغل بشكل مظبوط عشان نحافظ على ظهرنا ونحافظ على ركبنا ونحافظ على مفاصلنا علشان ما يحصلهاش اي اذى باذن الله. الحاجه الثانيه ان احنا في النشاط بتاعنا على مدار اليوم بنبتدي ان احنا نتحرك ونروح ونيجي. طيب الحكاية دي كمان لما نبتدي ان احنا نعملها بنشاط، يعني في بعض الناس بتبتدي ان هي تفكر ان هي تتحرك اقل ازاي، لا تفكر ان انت تتحرك اكتر كمان، والحركة دي لما تعملها اكتر جسمك هيبتدي يتعود عليها وهتبقى بالنسبة له امر معتاد وهيبقى سهل، ويبتدي ان هو يعمل حاجة بعد كده اصعب واصعب، وكل ما يهضم حمل يبتدي ان هو يعمل الحمل اللي بعديه. لو احنا ابتدينا بس نركز في شوية الافكار دي، ازاي ان انا احافظ على مفاصلي، ازاي ان انا اعمل بوزيشنز او اوضاع لجسمي بشكل مظبوط علشان ما اذيش مفاصلي او ما اذيش جسمي، وفي نفس الوقت ابتدي ان انا احاول ان انا ازود من الحركه بتاعتي وابتدي ان انا اعملها باستمرار ومداومه علشان جسمي يبتدي يتكيف معاها ويبتدي يهضمها، فبالتالي هنبص نلاقي نفسنا بنتحسن وكمان نستفيد من ان احنا كده كده ده وقت موجود وده شغل احنا بنعمله، فنبتدي ان احنا نستفيد كمان ان احنا نقدر ان احنا ايه نستفيد بالوقت ده كرياضه. اشوفكم في حلقات جديده وان شاء الله نكون استفدنا من الحلقه بتاعتنا. حضراتكم مرة تانية ونبتدي معاكم جولتنا في أهم أخبار مصر والعالم. نبتدي بمصر طبعا كالمعتاد، والاهتمام اللي بتوليه وزارة النقل لتعقيم وتطهير وسائل النقل بشكل مستمر، وده المفروض أنه ما يقلش أبدا حتى بمرور الوقت، لأنه الفيروس لسه ما انتهاش، وبالتالي عمليات التعقيم والتطهير من قبل شركة الاتحاد العربي للنقل البري بتتواصل في وسائل النقل على مدى 24 ساعة حفاظا على سلامة الركاب. خلونا نتابع تقرير حول هذا الموضوع. قبل الخروج للحافلة التابعة لشركة الاتحاد العربي للنقل البري من الجراج الخاص بها بمدينة السلام لتنطلق نحو المحطات لنقل الركاب، تخضع لأعمال التطهير والتعقيم من داخل الحافلة بأماكن المقاعد للركاب والممرات، ومن الخارج في الأماكن المخصصة للحقائب من أجل حافلة آمنة ومعقمة. إجراءاتنا طبعا إجراءات مشددة جدا زي ما الدولة أعلنت، بتبدأ من دخول الأتوبيس من الباب، بتقوم لجان موجودة على أبواب الجراج ومراجعة السائق ودرجة حرارته، ثم بيخش الأتوبيس بعد كده في أعمال نظافة عامة بيقوم بها بعض العمال الموجودين لإزالة المخلفات الناتجة عن السادة الركاب، ثم تبدأ أعمال التطهير والتعقيم من خلال الأطقم الموجودة معها أجهزتها معها محللها، بتطلع الأتوبيس تنظف كل الأماكن اللي كان فيها السادة الركاب، الحمامات بتاعت الأتوبيس. إحنا عندنا الإجراءات بتتم بطريقتين، في إجراءات استرشادية وإجراءات فعلية بتتم على أرض الواقع. الإجراءات الاسترشادية دي بتتمثل في أولاً دائرة الفيديو اللي موجودة داخل الأتوبيس فيها التعليمات اللي صدرت من وزارة الصحة بخصوص الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، التعليمات اللي ملصقة على الباب بتعليمات السيد رئيس الوزراء بممنوع ركوب أي مواصلات عامة بدون ارتداء الكمامة. على مدار 24 ساعة يقوم عمال الشركة بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم للحافلات قبل خروجها وبعد عودتها باستخدام الكلور والمواد المطهرة. أي مكان بيتعامل معه الراكب داخل صالون السيارة بيتم تعقيمه،
بداية من باب السيارة مرورا بالكراسي بالهوايات المخادع أقر البيبان الحمام من الداخل. أسطول حافلات النقل البري الذي ينقل الآلاف يوميا إلى رحلات زمنية بعيدة يشهد رفع كفاءته الفنية والتحديث المستمر والدفع بأتوبيسات إضافية لمواجهة الازدحام والتكدس. إجراءات وقائية مشددة تقوم بها شركة الاتحاد العربي للنقل البري يوميا للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات أثناء انطلاق رحلاتها ليأتي الدور على الراكب في الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع الركاب. أحمد ممدوح، النيل. مبادرة مهمة جدا بتقوم بها وزارة الهجرة، وهي طبعا تحت رعاية الوزيرة نبيلة مكرم، هي الاهتمام بالشباب المصري الدارسين في الخارج وربطهم دائما بالوطن الأم. الوزارة أعلنت مؤخرا تسجيل 90 طالب في مركز الوزارة للحوار لشباب الدارسين بالخارج في اليوم الأول عقب إطلاق الوزيرة نبيلة مكرم للاستراتيجية الوطنية للشباب الدارسين بالخارج. خلونا نتعرف أكتر حول هذه المبادرة والاستراتيجية في هذا التقرير. وسط محفل شبابي من الدارسين بالخارج، أطلقت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بهدف إنشاء مظلة واحدة تجمع أبناء المصريين لربطهم بالوطن الأم مصر. شبابنا الدارسين في الخارج قواتنا الناعمة في الخارج وخط الدفاع الأول، لابد أن هم يعرفوا إيه اللي بيحصل في مصر. حرصت وزارة الهجرة إن هي تاخدهم وتخليهم يقابلوا الكثير من السادة الوزراء والسادة المسؤولين، فضيلة الإمام الأكبر، قداسة البابا تودروس الثاني. الحقيقة كل الزيارات الميدانية اللي حصلت خلتنا يعني نجتهد إن إحنا نجمع أكبر عدد من شباب الدارسين في الخارج عشان ضمن هذه المنصة الرقمية اللي بنطلقها النهاردة بندعو كل شباب الدارسين في الخارج إن هم يسجلوا بياناتهم. عرض تجربة الدولة المصرية في دعم الشباب وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري والبرلماني لبناء وطن قوي بشبابه أبرز وأهم ما أكد عليه أعضاء البرلمان المشاركون في الاحتفالية. احنا شباب وهم شباب، وده بيدوب فجوة كبيرة هم بيخافوا يتكلموا فيها مع الأكبر منهم سنا. احنا بنتكلم معهم النهاردة وبنقول لهم ان احنا عاصرنا وعانينا وشفنا نفس تحدياتهم. هم الحمد لله نجحوا برا، احنا بفضل الله قدرنا ننجح جوه مع تمكين الشباب. انا بدعو كل الطلبة الدارسين في الخارج ان هم يسجلوا في البرنامج، لاني انتم حماة مصر، احنا عايزينكم تكونوا خط الدفاع الاول عن مصر، خط الدفاع الأول عن مصر خارج مصر ضد الفتن. مش عايزين حد يضحك عليكم، مش عايزين حد يبث سموم في دماغكم، لا يا جماعة لازم تكونوا فاهمين، لازم تكونوا عارفين قيمة بلدكم. مصر تستحق الكثير منا والكثير، وهناك عناصر من شباب مصر في الخارج، عناصر مشرفة ساهمت بطريقة أو بأخرى في اقتصادات الدول المتقدمة، لهم بصمات حقيقية في اقتصادات الدول. شباب الدارسين بالخارج أعربوا عن سعادتهم لإطلاق أول مركز للحوار. واحنا بندرس برا ما بيجلناش الأخبار، البلد اللي بيحصل فيها إيه، بيوصل لنا أخبار مختلفة، ودي الأول مرة بيوصل لنا التواصل مباشر للوزارة، نتعامل فيها مع الوزارة وبنعرف فيها إيه اللي بيحصل في البلد. ولأول مرة إحنا بحس إن إحنا كشباب بيشركونا. مصر هنا بتقدر تستفيد بالعقول المهاجرة زي ما حضرتك تفضلتي، وبتقدر تستفيد بالنماذج بتاعتها أو بالشباب النوابغ بتاعتها برا، والشاب بيقدر يتعرف بيئة العمل في مصر، يقدر يتعرف بيئة العمل في الحكومة، يقدر يبدأ يكتسب المهارات القيادية والفنية اللي بيحتاجها عشان ينافس في سوق العمل. إذن هي مبادرات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج للحوار مع الشباب المصري تأتي كخطوة مهمة لإدماجهم في خطط الدولة المستقبلية والاستفادة من أبنائها لبناء مصر الحديثة بسواعد وعقول شبابها في الداخل والخارج. وطبعا رغم العودة الجزئية لكتير من الفعاليات الفنية بتطبيق
الإشارات أو الإجراءات الاحترازية، إلا أنه قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب ما زالت بتقدم الحفلات والكنوز الفنية من قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، علشان الناس اللي برضو عندها مخاوف من التواجد في أماكن تجمعات تقدر تستمتع بكل إنتاج وزارة الثقافة بمزيد من الأمان والحرص. خلونا نتابع هذا الموضوع في التقرير التالي، والحقيقة احنا محتاجين نفكر بيه كل شوية، لأنه في ناس كتير يمكن ما تعرفش أن هذه الكنوز موجودة بشكل متاح على اليوتيوب، وخسارة فعلا أن احنا ما نستفدش منها. غريبة الدنيا دي، عز الناس بتغير عليا. نجحت القناة التي أطلقتها وزارة الثقافة على اليوتيوب في خلق حالة ثقافية خاصة عبر العالم الافتراضي، وأكدت الأرقام التي حققتها القناة سلامة ذوق الجمهور المصري، والذي ما زال يمتلك قدرة كبيرة على التفاعل مع الفنون الجادة. ورغم هجمات الفنون المختلفة والتي لا تتلائم والذوق العام المصري، استطاعت القناة عبر ملايين المشاهدات أن تؤكد على مساحة التواصل بين قطاعات وزارة الثقافة وجمهورها من مريدي المسرح وعروض دار الأوبرا ومحبي الفنون الجميلة ورواد المعارض والندوات الأدبية والفكرية والعلمية. ويستمر البث على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب ليؤكد على وعي الجمهور ورغبته في الحصول على جرعات إبداعية جادة ومميزة. طيب نسيب مصر ونروح لدول أخرى، وتحديدا العراق، اللي بيصف فيها العراقي واثق فرهود نفسه أنه يكون مستغرق تماما عندما يحارب على الانترنت، وبيصف نفسه بأنه لاعب محترف في ألعاب الفيديو وأول شخص يصوب على الهدف في اللعبة. طبعا احنا عارفين انه في مجانين كتير حول العالم بألعاب الفيديو، وأصبحوا يعني في منهم مشاهير حتى وأصحاب مدارس في اللعب، لكن واثق فرهود بيقول انه أول ما عرفته في بالفيديو جيمز كان في سنة 2003 عندما اشترى والده أول جهاز كمبيوتر للأسرة. وأوضح الشاب أنه بدأ يشعر بالشغف تجاه ألعاب الفيديو منذ كان عمره 9 أعوام، وبعد أن حصل على دبلومة في هندسة الحاسب الآلي قرر أنه يحول شغفه إلى عمل، فأسس صفحة على فيسبوك يضع فيها هو وفريقه من اللاعبين من أنحاء العراق لقطات لألعاب الفيديو الخاصة بهم عليها. وفي 2019 بلغ عدد متابعي صفحتهم 1,000,000 متابع، قبل أن يتضاعف العدد في العام التالي إلى 2,000,000. يوضح فرهود أنه أزمة جائحة كورونا والإغلاقات المرتبطة بها ساهمت جزئيا في الزيادة السريعة لمتابعي الصفحة بطبيعة الحال، وبيقول أنه ما زال يعيش مع والديه، لكن الإيرادات اللي بتجلبها صفحتهم على وسائل التواصل الاجتماعي تكفي لتغطية نفقات الأسرة. في عام 2019 فرض البرلمان العراقي حظر على بعض ألعاب الفيديو الشعبية على الإنترنت بسبب تداعياتها السلبية، لا سيما على الصغار، بالذات في بلد ابتلي بحروب كثيرة على مدى سنوات طويلة. وإدراكا منه بأنه إدمان ألعاب الفيديو ليه تأثير على الصحة الجسدية والعقلية، يقول فرهود أنه لا يروج للإدمان، لكن هو بيقدم ألعاب للترفيه فقط. نروح لأفغانستان، والحقيقة الأخبار من أفغانستان في العادي بتكون أخبار سلبية، حروب ونزاعات وأخبار يعني قاسية، لكن المرة دي الخبر مختلف لأنه ليه علاقة بمرأة، وكمان مرأة بترقص بريك دانس، فده غريب بشكل أو بآخر أنه يجي لنا
كخبر من أفغانستان. منيزة تلاش أفغانية عمرها 18 سنة التحقت بمجموعة صغيرة متحمسة من راقصي البريك دانس في أفغانستان منذ أشهر قليلة، كانت المرأة الوحيدة لكن هي بتتطلع لتمثيل بلدها في واحدة من أحدث الألعاب الأولمبية. تأمل منيزة أنها تصبح نموذج يحتذى به في أفغانستان وتؤسس النادي اللي بتنتمي إليه، أو النادي نفسه تأسس في كابول وبأكثر من 30 عضو بينهم 6 نساء بيلتقوا 3 مرات أسبوعيا للتدريب على الحركات البهلوانية. طبعا البريك دانس شكل من أشكال الفنون ظهر للمرة الأولى عالميا في شوارع نيويورك في سبعينيات القرن الماضي، هو من 4 رياضات وافقت اللجنة الأولمبية في الآونة الأخيرة على إضافتها إلى دورة باريس للألعاب الأولمبية عام 2014 في مسعى لاجتذاب جمهور أصغر سنا. والرياضات الثلاثة الأخرى هي ركوب الأمواج، التزلج على الألواح، والتسلق الرياضي، وأضيف إليهم البريك دانس. أرجوحة جديدة أضيفت إلى أحد الأماكن أو يعني أماكن التنزه في دبي اسمها بوليوود باركس. الأرجوحة هي ملاهي دوارة، أكبر أو أعلى أرجوحة في العالم وفي الملاهي الدوارة، يبلغ ارتفاعها 140 متر. الأرجوحة المسمى سكاي فلاير اللي شايفين صورها على الشاشة جزء من حديقة بوليوود اللي أعيد إطلاقها كمنطقة جذب للسياح، وتعد الأعلى في العالم حيث تتفوق على تلك الموجودة في أولاندو بولاية فلوريدا بمقدار 3 أمتار. المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت يعني يقدروا يلاحظوا ان السنة دي شتاء قاسي جدا على الغرب في أوروبا وفي أمريكا، رغم انه الحقيقة ما زرناش لغاية دلوقتي بشكل حقيقي في مصر، والحمد لله احنا بنتمتع لغاية دلوقتي بشتاء معتدل، لكن الحقيقة الشتاء قاسي جدا في أوروبا، مما جعل التزلج على الجليد يعود بقوة في كتير من المدن، ومن ضمنها مدينة لاهيتي في جنوب فنلندا اللي قامت بإضافة ممرات للتزلج في المدينة، وعقبت ذلك بما أطلقت عليه أول نظام حضري للتزلج المشترك. عندما تغطي ثلوج الطرق ويصل الجليد لمستوى الركبة، طبعا التزلج في هذه الحالة بيكون هو وسيلة المواصلات الوحيدة، مفيش لا عربيات ولا دراجات ولا أي وسيلة أخرى بتنفع، وبتستخدم الزلاجات وبتعمل بطريقة مماثلة لدراجات المدينة المشتركة. يمكن استعارة الزلاجة من 1 أو 2 نقطة في مركز المدينة، وواحدة بالقرب من ملعب التزلج بالمدينة، ويجب إعادتها بعد الاستخدام. مدينة لاهيتي بمدينة الرياض هي تعرف بأنها مدينة للرياضة الشتوية، استضافت بطولة منطقة دول الشمال العالمية للتزلج 7 مرات، ومع وجود ما يصل ل 180 كيلومتر من ممرات التزلج في أنحاء البلاد، فإن معظم السكان المحليين متحمسين للتزلج. ده كان الخبر الأخير النهاردة معانا في جولتنا السريعة اللي بنبتدي بيها معاكم يمنى في هذا الصباح. خليكوا معانا، نروح لنشرة رياضية قصيرة مع الزميل محمد شعبان، من بعدها متابعة لعناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم مع الزميلة حنان عاطف. خليكوا معانا.